ربنا يصبر اهالي الشهداء. مين هيدافع عن عربي زيه وزيك؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ كيف علق محمد رمضان على ما حدث في غزة؟ هل تجاهل محمد رمضان ما حدث لأهالي فلسطين كما تداول البعض؟ ماذا عن الفيديو الأخير الذي تحدث فيه عن القضية الفلسطينية؟ ولماذا نشر صورة له وهو يجري جلسة باديكير وتنظيف بشرة رغم ما يمر به العالم من أحداث؟ وصوتنا يوصل لمين بره؟ احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ الفنان محمد رمضان اتكلم عن القضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره من خلال حسابه على الفيسبوك، وأعلن محمد رمضان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وقال من خلال الفيديو: ربنا ينصر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله. ربنا يصبر أهالي الشهداء. واتكلم عن الناس اللي بيدعوا لنشر القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية، وقال: صوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عاوزين مين برا يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة علشان نقول عاوزين نكتب بالإنجليزية علشان يعرفوا برا ان احنا بنتضرب. انت فين؟ فين بلدك؟ وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ في نهاية الفيديو أكد الفنان محمد رمضان على إن الشعب العربي مش محتاج حد من الغرب علشان يدافع عنه، وقال: مين هيدافع عن عربي زي وزيك؟ مين هيدافع عن عربي زي وزيك؟ وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟ الفيديو ده نشره محمد رمضان بعد سلسلة طويلة من الانتقادات اللي توجهت له الفترة اللي فاتت، خصوصا ان هو ما اتكلمش خالص الايام اللي فاتت عن القضية الفلسطينية. والغريب بقى ان محمد رمضان بعد ساعات من نشر الفيديو ده ظهر في صورة تانية اثارت غضب الجمهور. فمحمد رمضان ظهر في الصورة اثناء اجراء جلسة تنظيف بشرة وباديكير ومساج اثناء تواجده في نيجيريا. وبعد ما نشر محمد رمضان الصورة دي، ناس كتير انتقدوا، والناس بقت مستغربة هو ازاي نشر فيديو بيدعم فيه القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت ظهر في الصورة دي وكأنه مش حاسس باللي بيحصل في فلسطين. فناس كتير قالوا ان هو بيتعمد تجاهل الأزمة الفلسطينية اللي هزت قلوب الناس في العالم كله، وفي ناس قالوا ان هو بيتعمد إثارة الجدل، وانه ظهر في صورة وهو بيعمل جلسة تنظيف بشرة في الوقت ده بالذات لهدف معين. الفنان محمد رمضان اعتاد على إثارة الجدل خلال الفترة اللي فاتت، لدرجة ان في ناس قالوا ان هو بيتعمد يعمل أزمات علشان يفضل ترند. لكن نمبر وان طبعا بيرد على الكلام ده وبيقول انه كده كده مشهور من غير ما يتعمد إثارة الجدل. ايه رأيكم في كلام الفنان محمد رمضان عن القضية الفلسطينية؟ شاركونا برأي. مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ وصوتنا يوصل لمين برا؟ احنا عايزين مين برا يدافع عننا؟